بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنا ابراهيم دي من شيخ زلاب. النهارده ان شاء الله انا جاي لكم كاجوال كده، وهنشتغل ان شاء الله تصحيح واجب سانك يمكوك الحصه رقم 5 ان شاء الله. فعرفت على الكتاب الكبير على السريع كده بسرعه على باج سانس ان كونت صفحه 150 من اول سؤال رقم 2، عشان انا كنت وقفت مع الناس في السناتر لحد السؤال الاول. هبدا من هنا كده برده، وكده كده البي دي اف برده موجود معاك على الصفحه. بيقول الشوازير لابون ريبونس ماكسيم، متفقين يا اولاد ان طالما بحط اسم شخص وجنبيه علامه تعجب ده لفظ نداء بوجه له الكلام. فبقول له يا ماكسيم جوفي اتوندر او كلوب، انا هستناك في النادي، تطلع اجابتي ايه بقى يا دكاتره؟ هتطلع اجابتك طبعا رقم بي، يا ماكسيم جوفي اتوندر هستناك في النادي. طب علي مابيل، علي بيناديني مي ولكني لا اسمعه، علي بيناديني ولكني لا اسمعه، يبقى اعمل ايه؟ قال لي الا مصطفى مستر حسين ميجو اللي كوت بقى. طب هنا بقى ماكسيمو جنبيه كوما، لما تبقى ماكسيمو جنبيه كوما يا اولاد معناها بتكلم عنه، يعني الرائد، يعني في رقم واحد ده متكلم ومخاطب واحد بيكلم واحد، لكن في رقم ثلاثة بتكلم عنه. فبقول لك ماكسيم جينوت اوفر، انا بقدم هدية جميلة له، يبقى له مين؟ ستني هذا اللبس، هذا الزي جينوت مي ارتدي اثناء تدريب، يبقى الله. طب ليمونز ليف التلاميذ الكويسين، المدرس بيحبهم، يبقى ليه؟ ماريون نوفيمبا، ماريون مش جاي النادي، تليفون اتصل بيها لوي. لابول الكره، بس مرر لصديقك، يبقى بس لا مررها لصديقك. كده احنا وصلنا للجمله رقم 7، ننزل على بعده 8. 8 بتقول لي جيم ميبرو، بحب والدي جنوات أفر، بقدم هدايا، يبقى لير. جوفيزي كلير، أنا عايز أكتب جواب، أنت ممكن تسلفني قلمك، يبقى مين. سوفي لو، هذه العجلة. جوفي نوت أشتري، أنا هشتريه لأخويا، قال لها بصرف. ما فوتير عربيتي، تيفو نوت بروند روبا، عربيتي هتاخدها ولا لأ؟ يبقى لا. فاشيتا تون، تروح لعمتك، يظن ويعطي لها هذه الاشياء لوي. كانت جمله 12، نكمل من اول 13. نيكو بقى اصدقائي، جوفي نوت انفيتي، اصدقائي سوف ادعو على الحفله التنكريه، ادعوهم لي. لوبون ليف التلميذ الجيد، المدرس بسرن يمنح له هديه، يبقى لوي. تيجي تمو ملابسك سون تريشيك، تيرون تاشيت، انت اشتريتها من باريس ليه؟ مش عايزك بقى تيجي تقول لي يا مستر ما تنفعش، قال لها بصرف. ليه يا حبيبي؟ عشان بدل يبقى خيال يا حبيبي ده جمع، تبقى ازاي قال لها بصرف؟ طب سيدي ريفيرسيت دو مونفريت، ده عيد ولاد اخويا، جوفي نوت فري سوف اقدم له هديه، يبقى لوي. ما فوتير ايتو بمان، عربيتي عطلانه، لو ميكانيسيل ميكانيكي فانوت ريباري لا. برونست لامب، خد هذه الاباجوره، ايمي وضعها على المكتب، يبقى لا. الطاو انتظرني هذا المساء، موا. طبعا يا جماعه بيبقى فعل امر امبراتيف افرماتيف، امر اثبات، الضمير يبقى بعد الفيرب، لكن الامر نفي يبقى قبل الفيرب. يعني هنا في نمره 20 في النفي نمره الطنبا، عشان ده امر منفي. تمام يا حبايبي، انزل اللي بعده يلا. 21 ليف في النهارده بس خلاص. ليف، بكلم واحد بقول له ليف بدري، اصحى بدري، يبقى ليف توار. طب تشيفارون كونتري، هتقابل منى؟ قال له لا، ده هتصل بيها لوي. لا سيتا دي القلعه، اميره فانوت فيزيتي، اميره هتزورها لا. سات فلور، هذه الورده، جوفي نقط ضمني، سوف اعطي لسلمى لا. سلمى سوف اعطي لها الورده لوي. نمرو فانسيس 26 بتقول لك مي بارو والدي جوفي نوت فري سوف اقدم لير. تمام، انزل بقى صفحه باج 152 152 ونشوف بقى. احنا طبعا شغالين يا جماعه في الحصه ديت في يونيتي وحده رقم 1 توازيما منهج سنه ثالثه،
اللي بتكلم فيها عن الرياضه. فهتلاقي بقى جايب لك اربعه ضخيمه النهارده كلهم بيتكلموا عن الرياضه. اتفضل. النص بادئ من فوق خالص بيقول لك ان جورناليست صحفي بوست كيستيون، وجه هذا السؤال شغل سبور عن الرياضه اكلت فرنسيين الى بعض الفرنسيين، بيقول لهم فوزات بوغ وكونتر، انتوا مع ولا ضد لسبور اكستريم الرياضات الخطيره؟ فواصيل الريبونس هي اجابته. قبل ما نكمل بس قرايه النص يا اولاد، طالما ذكرنا كده وقال لك صحفي وجه السؤال او مدرس وجه السؤال او اي شخص وجه هذا السؤال وحط لك السؤال وحط لك الردود، الكلام ده اسمه انكت. سمعنا يا جماعه الكلام ده اسمه انكت، استبيان، استطلاع راي، استفتاء. لو ما حطش السطر فوق ده بدا الموضوع طول من اول فوزات بور وكونتر مع وردود، يبقى الكلام ده دردش على النت فريم ليني. انا عارف ان ده سؤال جاي لي كذا واحد سال فيه، فانا برد اهو وبقول للناس تابع شوف الشغل بتاعنا. فصحفي وجه هذا السؤال فبيقول انتوا مع ولا ضد الرياضات الخطيره؟ اول واحد رد قال اسمه سيد الا مسيو الا متسا فانتروازون، عمره 33 سنه من مارسيليا، بيقول جونين باسي سبور ما بحبش هذه الرياضات. الاسكالاد اتري دانجيروز، التسلق الجبال خطير جدا. والكاراتيه اتري فيولون، عنيفه جدا. فرانسوا اتريون طالب عمره 21 عمره 20 سنه من مدينه تولوز، بيقول لك مواكم بكو دي جون، انا زي كتير من الناس جو براتيك سبور بمارس هذه الرياضات. بور موا بالنسبه لي جيليفوا اراها بلي موتيفون، بلي موتيفون محفزه اكتر، اي بليز انتريسون ومسليه او مشوق او مشوقه اكتر من لي زوتر سبور الرياضات الاخرى. يعني شايف انها محفزه واكثر اثاره. يعني السيد عمري كونتابل محاسب عمره 40 سنه من باريس، بيقول لك بور موا بالنسبه لي ميز انفو، ولادي باس ترو دو طون، ولادي بيقضوا وقت كبير جدا افيرس سبور في ممارسه هذه الرياضات. اجيت ريبير وانا بخاف، جي بريفير كو، بفضل الفو انهم يمارسوا ديسكليزم ركوب دراجات، دي تنس، تنس، ناتاسيون، فوتبول. الاخ الكسندر لسيان طالب ثانوي عمره 18 سنه من مدينه اسمها نيس، بيقول لك مي بارون والدي نصوب ما داكور، مش موافقين كيش براتيكس سبور ان انا امارس هذه الرياضات. مي ولكني جوفيديو كانيونينج، بمارس الكانيونينج هبوط شلالات. كار جيم لافنتيري اللي بحب المغامره. يجي اون في وارغب دافور دي يبقى عندي امبيو دادرينالين، شويه سسبنس كده شويه اثاره. طيب تعالوا نشوف اول سؤال، صدق يمؤي الوثيقه دي تكون ايه؟ يا ترى كونفرساسيون ولا ديالوج ولا انكيت ولا فريم ليني؟ خلاص فهمتك، انكيت استبيان. مسيو الان لسبور اكستريم، يا ترى اندي جرا غير مبالي غير مهتم؟ ايه بور مع، وخد بالك مع هنا مع وجهه النظر مع الراي، ولا ايه كونتر ضد، ولا ايه بيحب؟ السيد الا، نشوف السيد الا قال ايه، اعتقد ان هو ضد بس هنشوف برضه. السيد الا قال لك ما بحبش هذه الرياضات، يبقى ضد يبقى كونتر. فرانسوا نقط على اليونيفرستي، فرانسوا يا ترى فيني انهى دراسته في الجامعه؟ نابازون كور فيني لم ينهي بعد دراسته بالجامعه؟ فاكومونسي هيبدا دراسته بالجامعه؟ نابازون مش هيبدا دراسته بالجامعه؟ لا طبعا نابازون كور فيني لم ينتهي بعد، لانه اصلا طالب جامعي عمره 20 سنه. مسيو اونري اونفي كو بيرغب ان ايه؟ سيزون فو ولاده براتيك. بس السيد اونفي السيد اونري بيرغب ان اولاده يمارسوا رياضه كلاسيك ورياضه اكستريم ولا رياضه فيولون ولا رياضه كولكتيف؟ لا طبعا رياضه كلاسيك، لانه عايزهم يمارسوا ركوب الدراجات، ها يلعبوا اي حاجه من الرياضات الكلاسيك. طيب الكسندر فوكر، الكسندر شايف ان الكانيونينج، الولد الكسندر ده طالب ثانوي، شايف ان الكانيونينج هبوط الشلالات، موتيفون محفز، دانجيريو خطير، نيل سيء، اذا السبورت دي رياضه شاقه؟ لا طبعا هو شايف انها موتيفون لان هو بيمارسها اساسا، فتبقى محفزه له.
سينوالتي بسواني، مين اللي يقدر يعالج المرضى؟ اللي شغال دكتور. ومين اللي شغال دكتور؟ السيد ألان اللي هو اول واحد. عايز تتاكد معايا؟ اؤكدك اهو اهو متسا ألان. ماشي، نرجع على النص اللي بعديه. بيقول لك فاسيل زوبنيون دي كيلك زلاف، ها هي اراء بعض التلاميذ دي نيكول سيكوندير لمدرسه ثانويه. اطلين جيم جوي جادور جوي اوتيليس، بعشق لعب التنس. شاك جورجو باس اينور، بقضي كل يوم بقضي ساعه ابريل كل بعد مدرسه ام مونتريني في التدريب بالنادي. جانيك نوع ايمون تنس مان بريفري، جانيك نوع هو لعب التنس المفضل ليا. الاخ فرانسوا بيقول لك مواج في دورانتاسيون، انا بمارس السباحه. جوناج اموان، بعوم على الاقل 3 فوق 3 مرات برسومين اسبوعيا. الله بيسين دي كلوب في بيسين النادي. الاخت كامي بتقول لك جيم لفوتبول، بحب كره القدم. مم هنا مش جايب معنى نفس جمال، حتى مم سي جو لو براتيك بادو تو، حتى ولو اني لا امارسها اطلاقا بحبها جدا. امال مين بيلعبها يا ستي؟ قلت لك سي مونفريد اخويا كيلو براتيك، هو اللي بيمارسها 5 جور 5 ايام اسبوعيا. بولين بتقول ايه؟ بتقول لك مواجن بادو تو، انا لا احب اطلاقا كره القدم. بندان لي فاكونس، اثناء الاجازه شاك جولي كل يوم خميس جوبيه كلوب، بروح النادي بور فوار لكي ارى الاصدقاء. بتروح النادي كل يوم خميس. ناخد اول سؤال، سيزي ليت بار للتلاميذ دول بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا عن الرياضه ولا عن الفاكونس ولا عن الليسي ولا عن الكامبانيتا؟ ولا بيتكلموا عن الرياضه؟ جانيك نوع ايه؟ جوورد فوتبول ناجير ولا جوورد تنس ولا نسيا؟ لا طبعا جوورد تنس. ادلين ام بيحب ايه؟ يلعب تنس، يلعب فوتبول، ولا يمارس سباحه، ولا يمارس ركوب الدراجات؟ لا التنس. بولين نقط لفوتبول، ام ولا ادور ولا ديتست ولا بريفير؟ بولين اعتقد انها ما بتحبش، بس اتاكد برضه واشوف. بولين قالت لك جولين بادو تو، ما بحبش اطلاقا كره القدم، يبقى هنا ديتست، يبقى بولين ديتست، بتكره كره القدم. طب مين اللي جوء فوتبول؟ اخو كامين. طب بنضلي فاكونس، اثناء الاجازه بولين فاو كلوب بتروح النادي، هي بتروح كل يوم خميس، يبقى شك سومين كل اسبوع. ننزل يا اولاد على النص اللي بعده، اتفضلوا. عنوان النص بيقول لك كيسك تشيفي كوم سبور، ماذا تمارس كرياضه؟ صار قال جبراتيك لاناتاسيون، بمارس السباحه. جو مونترين تروا فوا، بمارس بتمرن 3 مرات اسبوعيا بور لو شامبيونون، من اجل بطوله المدارس. لونترينير دي المدرب بيقول لي كو جو بي فاسيلمون، بان انا اقدر وبسهوله اتر لا بروميير، نطلع الاولى. اليكس قال موا جادور لو كانيونينج، انا بعشق الكانيونينج، مي بارو لدي لو تروف تري دانجيرو، بابا وماما شايفينه او شايفين الكانيونينج تري دانجيرو، خطير جدا. مي ولكني امون افي، في رايي سي جو لو براتيك افيك مونيتور، لو انا مارسته افيك مونيتور مع دليل او مرشد او مدرب متخصص، جو فيزاتر اون سيكريتي، هبقى في امان. جيم بوكولا فنتير، بحب جدا المغامره. الاخت ليا بتقول لك ما بس يو هوايتي سيلو يوجا، هوايتي هي لعب اليوجا. جولو براتيك بمارسها او كلوب بالنادي سولا سوربيونس، تحت رعايه انو ترونير جابوني، مدرب ياباني. سوسبور هذه الرياضه نو ديفلوبا، لا تنمي سولمون فقط لسبري الروح، مي اوسي ولكن الجسم كمان لو كور. امون في رايي سوسبور هذه الرياضه اتريز امبورتون، مهمه جدا برنو لينا. الاخ رومان بيقول لك لوسبور الرياضه كوج براتيك اللي بمارسها سير اسكالاد، هي تسلق الجبال. جوسويت اسكالادي، اتمنى ان انا اتسلق ليزالب اونوروب، جبال الالب في اوروبا.
ايه الهيمالايا والهيمالايا في الهند. سيتام بليزير دي سعادة كبيرة جدا. دو سترو في ان اتواجد انتر لينيج الوسيال بين الجليد والسماء. اتفضل. سارة في تاتر لابرومير. سارة ممكن تطلع اولى في رياضة ايه؟ في الناتاسيون السباحة. بور براتيكين الكانيونينج عشان يمارس الكانيونينج. ونوع بزوان بنحتاج لايه؟ بنحتاج لانترولير مدرب ولا اربيتر حكم ولا كورد حبل ولا مونيتور؟ لا طبعا مونيتور. لان المدرب ده الاولاني دوت الانترولير ده مدرب فرق رياضية اللي هي جماعية يعني زي كرة القدم واليد والسلة والكلام ده. اليوجا ديفلوب. اليوجا بتنمي الاسبيري الروح فقط، لكور الجسم فقط، الجسم والروح ولا روح الفريق؟ كلمة الاسبيري دي كيف معناها روح الفريق؟ لا طبعا الجسم والروح. سوسون تري كونتون بيشعر بسعادة كبيرة جدا ما بين السماء والجليد. ده الاخير ده اسمه اليكس فاري اشوف بس الاخير ولا رومان باين الاخير. اه رومان. رومان يبقى الاخ رومان هو اللي ايه اللي بيشعر بالسعاده ما بين السماء والجليد. المدرب اليوجا ايه؟ مدرب اليوجا يكون انديا هندي ولا جابوني ياباني ولا جيبسيا ولا اوروبيا؟ لا كان ياباني. الاثنين تحت رعايه مدرب ياباني. لي بارون دو اليكس والدين اليكس تروف شايفين الكانيونينج ايتانسبور رياضه ايه؟ دانجيرو ولا كلاسيك ولا موتيفون ولا فصيله؟ طبعا دانجيرو. دي القطعه رقم 3 النهارده، لكن في العدد اللي عندنا عدد القطع كان 15. تعالى قطعه رقم 16 بتقول ايه؟ بتقول كلي السبور لبلي بريفري. ما هي رياضتك كليتو السبور لبلي بريفري؟ ما هي رياضتك الافضل؟ انت بتفضل اي رياضه يعني؟ اي جورناليست في ستانكات ذات انكات صحفي عمل هذا الانكات هذا الاستبيان هذا استطلاع الراي برمي من بين كالكريسيان بعض طلبه المدارس اودي فرانت فيل في مختلف المدن بفرنسا. فوالا للريبونس هي اجابتهم. المفروض الكلمه دي فيها غلط، المفروض ده تبقى نسيان. المفروض انها كده لان انت كده جمع مؤنث. هي كده صح. انا بصراحه مش فاكر انا جايب القطع دي منين اساسا، مش فاكر. في الامتحان قبل كده ولا منين؟ النماذج مش فاكر بالظبط. فيها كده اول سؤال حتى فيها غرابه شويه. تعال نشوف. كريم بيقول لك جوفي دوراتاسيون بمارس سباحه. دو تنس تنس. مي ولكن سوكو جوبريفير لبلو، لكن اللي بفضله اكتر سيري فوت هي كره القدم. جو مونتريس بيهتم كثيرا اسوسبور بهذه الرياضه. جو براتيك بمارسها تروا فوا ثلاث مرات مرسومين اسبوعيا. افيك لي فوزان مع اصدقاء الحي مع الجيران الحي يعني. جو مونترين بتمرن لا زي جونكراج بشجع لو كلوب الاهلي، بشجع فريق الاهلي في مصر وليفربول في انجلترا. صلاح من الاقصر او من العاشر بمناسبه صلاح بتاع العاشر وزميله حمزه احمد اللي بيكلمني امبارح هو بيقول لي نفسي تقول اسمي وانا بقول اسمك يا حمزه. وانا قلت لك انك انت اسمك على اسم ايه؟ اكبر احفادي حمزه محمد حسين ابو العنين، وانت بقى حمزه احمد بتاع العاشر. ربنا يوفقك يا اولاد. نشوف بقى الاخ صلاح بيقول لك ايه؟ لو سبور ايت امبورتون، الرياضه مهمه. مي ولكن مالرز مو لسوء الحظ جوني بارو طبعا ما عنديش وقت بون فير عشان امارسها. ستنيه هذا العام جيسوي اوباك انا في ثانويه عامه. جدوعتي دي يجب ان ادرس او اذاكر طول طول الوقت. ماريو قال لك مونسبور بريفري رياضته المفضله الكاراتيه. جون براتيك بمارسها دوبوي لاج منذ عمر سيزون ست سنوات. مونريف حلمي سيدو رومبورتي ان انا احرز لاميداي دور ميداليا ذهب وجو اولمبيك في الالعاب الاولمبيه. ليه بقى بقول لكم يا جماعه حتى انا في المدن الانسر اللي منزله على الصفحه السؤال الاول ده مش مجاوبه.
مين سليم انا مش عارف بصراحة. انا لما كتبت النص الاول كتبته بس لكن ما جاوبتوش لسه، مجاوبه لسه اول امبارح. فلما يجي يقول لي سليم براتيك بيمارس رياضة، مين سليم ده اصلا؟ هو فين سليم من النص ده؟ فمش عارف، مش فاكر مصدر السؤال، مصدر النص ده كان ايه، عشان كده الجملة دي سبتها. تعالى بقى ننقل بعد كده لنقول الايه الجملة رقم 2. ستون كتل، هذا الاستبيان سوبس بيحدث برمي ما بين دو بتي زانفون اولاد صغيرين، ولا ديبرسون اجي ناس كبار، ولا جين في فتيات، ولا ديزادو مراهقين. طبعا ديزادو اللي هو اختصار كلمه ادولوسيا اولاد، اللي هي اصلا في عنوان منهجنا، مش احنا منهجنا اسمه كلوبادو. فكلوبادو يعني شله او نادي المراهقين، لان كلمه ادو اختصار كلمه اسمها ادولوسون، وجاي منها كلمه اسمها ادولوسونس مرحله المراهقه نفسها. طب كريم بيحب كره القدم المصريه والفرنسيه، ولا الانجليزيه والفرنسيه، ولا المصريه والانجليزيه، ولا الاوروبيه فقط؟ لا، المصريه والانجليزيه، عشان بشجع الاهلي في مصر ويشجع ليفربول في انجلترا. بور صلاح، بالنسبه لصلاح لسبور الرياضه ابليس امبورتو اهم من الدراسه، ولا موانز امبورتو اقل اهميه من الدراسه، ولا ايتين اكتيفيتي نشاط ضروري في جدوله اليومي، ولا نباضتو امبورتو اكتر؟ طبعا هنا اقل اهميه من الدراسه، طبعا انا عندي ثانويه عامه فبالتالي بفضل ان الدراسه عن اسمها ايه عن الرياضه، يبقى موان امبورتو اقل اهميه من الدراسه. ماريو فيدي سبور بيلعب رياضه دبوي منذ 6 سنوات، ولا سولون فولتو، ولا سيزون 16 سنه، ولا امبورتو؟ هو بيمارس اليوجا باين على ما اعتقد اليوجا، لا الكاراتيه، بيمارس الكاراتيه من عمر 6 سنوات. يبقى الراجل ده بيمارس الكاراتيه من امتى؟ قال لي من الطفوله، يبقى سولون فونس هتبقى دي اجابتك. طب ستة ني، هذا العام صلاح ايه؟ يا ترى في الجامعه، ولا عمر مير سكوندير في اولى ثانوي، ولا اوندوزيام سكوندير، ولا اونتروازيام تروازيام في ثالثه ثانوي؟ شروف ثانوي عام. ماشي، انتهى ده كده. ننقل بقى بعد كده الى السيتواسيون مواقف. ما تنسوش يا جماعه ان احنا موضوعنا اصلا الوحده بتتكلم عن الايه؟ عن الرياضه، في كل شغلنا كله خاص بالرياضه. فوتر بير باباك فودو موندي بيسالك بوركوا فوتر بير صاحبك نيل سيء في الباسكت؟ تقول له ايه؟ هقول له ايه ليه كله باسكت، ولا الفا او جيمناز، ولا سي نورمال؟ لا طبعا هي سي نورمال دي. سي نورمال يعني ايه بقى؟ طبيعي ان سونترين جامي مش بيتمرن ابدا، فبالتالي يبقى سيء في الباسكت. طب قمت دوموند حد بيسالك لاكتيفيتي عن النشاط كتوسي فيها اللي تعرف تعملها بلاش، تعرف تعمل ايه بلاش؟ يبقى ناتاسيون سباحه. طب فودو مندي بتسال صديق بوركوا النمبازا ليه؟ لماذا لا يحب الذهاب الى الريف؟ يقول لك ايه؟ بارسكو جي بير، لاني بخاف من الحيوانات. ما بحبش الذهاب الى الريف لاني بخاف من الحيوانات. طيب جملة رقم 4. فوترامي صديقك فودو مونج يسألك سي فوزا بي في الاكزرسيس، هل عملت التمرين؟ انا اقول له نو جون كومبرون، يا لا ما فهمتش حاجة. لا ما فهمتش حاجة. طب فوترامي صاحبك فودي بيقول لك كلين نول بن يحش في الباسكت، تقول له ايه؟ هقول له سي نورمال برضه طبيعي، انت ما بتتمرنش ابدا. المرة اللي فاتت كنت بكلم بابا عن صاحبي فبقول ايه، لكن انا بقول له بكلم صاحبي نفسه. طب صديقك طفر قدم لك جيدو رانج عصير برتقال ولكنك لا تريد، تقول ايه؟ تقول له جيم بكو، ولا نو ميرسي جيني با سواف، ولا هي دي نو، ما دامك انت مش عايز يبقى لا شكرا انا مش عطشان. طب فودو مالديب تسال صديق سوكل فيه يعمل ايه في الريف؟ يقول لك ايه؟ في الريف يبقى يمارس الفي تي تي. يا جماعه في ناس مترجمه الفي تي تي بمعنى انها ترجمه انها الدراجه الجبليه، يبقى مش هتركبها غير في الجبل. يا حبيبي لا،
انت عارف يا جماعه الفي تي تي اختصار ايه؟ الفي اختصار فيلو، والتي تي تو يعني كل، والتي تانية تراه اراضي، يبقى عجله كل اراضي. يعني عجله تركبها في اي حته، تركبها في جبل، تركبها في ريف، في مناطق وعره، في منطقه صخريه، اي مكان. من هنا سموها دراجه لكل حاجه. كنا احنا بقى بنترجمها دراجه جبليه، ده معنى تجاوزي يعني، ومعنى مجازي عشان من زملائنا في العربي ما بيضحكوش علينا. اللي بعده 8 فوتد ستيب تكره لزنمو الحيوانات، تقول ايه؟ ما انا بتكره الحيوانات هتقول ايه؟ هقول سيتريزا درابل اندريسون، ولا انت وقت كده رير بشع. طيب فو فيت ليديفور، عملت رباك بتعمل راجل مع اخوه في قطه ولكن الجو برد، تقول له ايه؟ هقول له ايه في الشباك لو سمحت ما دام الجو برد. ايش اللي بعد؟ صديقك بيسالك سكت فيه، هل عملت الواجب بتاع الاسبوع الواجب ايه ده؟ صديقك بيسالك سكت فيه، ماذا فعلت في الويك اند الماضي؟ تقول له ايه؟ ما دام الويك اند الماضي بسيط، رحت المدرسه، هقعد في البيت، بحب الويك اند. لا طبعا، المفروض الاجابه تبقى رقم سي. صديق تنفيذ بيدعوك على حفله ولكنك لا تستطيع الذهاب، قول له اسف عندي شغل. سرامي صاحبك تودموند يسالك سكت فيه، عملت ايه في الحفله؟ تقول له عملت ايه في الحفله؟ ماذا فعلت في الحفله؟ جيفيدوسكي، سمعت مزيكا، ذهبت الى البسين، ولا عملت شوبينج؟ لا طبعا سمعت مزيكا. طب صديقك تلومونج يسالك كومو ايتي لا سوري، بصي كيف كانت السهره الماضيه؟ تقول له ايه؟ قول له انسي بيان اميوزي، تسلينا استمتعنا. لاني عملت سكي لا. اللي بعد 14 صديق بيسألك سكت ماذا فعلت في الشتاء الماضي؟ عملت ايه في الشتاء الماضي؟ شتاء يبقى جيفيدو سكي، مارست تسلق الجبال اسمه التزحلق. فورم كونتري، قابلت صديق بعد الويك اند، تقول له ايه؟ هتقول له اوت بصين الويك سو ويك اند، تقضيت الويك اند فين؟ ابريزا فور بصين، بعد ان قضيت سهره لطيفه في السينما، تقول ايه؟ بقول انسي بقى ميوزي، استمتعنا. جمله 17 فوترا بين صديق فودو موندي يسالك لو بري المرعى سيكوا، المرعى ماذا يكون؟ قال لي يو ده مكان في المزرعه. فودو مندير تسأل صديق سكي لافي عمل ايه بعد الحفلة؟ بعد الحفلة جيمي حطيت صور الحفلة على البلوج اللي هي مدونة على النت يعني. طب 19 فوفو ليه عايز تعمل ديكور للقاعة للحفلة، تعمل ايه او تقول ايه؟ هحط لوحة جوفي متر انتابلو، علق لوحة على الحيطة، لان طبعا هنا هلبس بدلة، هلبس كوتشي، لا كل ده صح. اللي جاب رقم اللي بعد 20 صديقك تودوموندي بيسألك بركوات يوفا ليه بتروح البحر؟ تقول له ايه؟ هقول له البحر عشان امارس البولونجي الغطس، بورفير دولاب لونجي عشان امارس الغطس. لافيت كومانسي، الحفله بدات الساعه 8 ولكنك وصلت متاخر. صاحبك يقول لك ايه؟ صديقك تودي هيقول لك بوركوا تي روتار، انت جاي متاخر ليه؟ طب تيدو موند بتسال صديق او الفا اين يذهب بور اشتيل شراء جاتو، يقول لك روح فين؟ روح الباتسري طبعا. صديق تيدو موند بيسالك سكت فيه تعمل ايه عملت ايه في الويك اند؟
هو يقول لك كسك كومونتيسك يا باسيل، هو ده كومونتيسك يا باسيل تو ويك اند. كيف قضيت الويك اند؟ 24 بتطلب من باباك الاذن انك تخرج في المساء. يا بابا لا بابا فاز، بابا يخرج بوركواتي ايه وروتار، بابا ايه فيرمي، بابا فلاح بيشتغل في الحقول. يا بابا جيبي دي ليه ممكن اتعشى عند صاحب هذا المساء؟ لا طبعا يبقى انت هخرج من دي. فوفوزا فورمي بتستعلم من صديق عن ميوله، تقول له ايه كسك تيام بتحب ايه في الطبيعه؟ ميول. طب فوتو بتشي فريق اخوك الصغير فودو موندي بيسالك سكن فيرمي الفلاح بيعمل ايه؟ تقول له ايه الفلاح ايه الكولتشيف بيزرع الحقول، ايه الكولتشيف بيزرع الحقول القطان. 27 صديق فودو موندي بيسالك سي فوفيت لكورس، هل بتعمل شوبينج؟ فودي تقول له ايه؟ هقول له اللي جبتين دول يا اولاد الاثنين دول ينفعوا بابا وما بابا قصدي ماما قصدي واخويا. ممكن اقول له نو سي ماما نو سي مون فرير، الاثنين صح. ان كوبان صديق فودو موندي يسالك كال موان ترانسفور اي وسيله مواصلات فو برني تاخد للذهاب للمدرسه؟ هتروح مدرستك بالطياره ولا هتربط الحزام الامان ولا وسائل المواصلات مزدحمه ولا باخد اتوبيس؟ لا باخد اتوبيس طبعا. صديق فودو موندي بيسالك او فو فات ديسكيت اين تنزل السكيت؟ شيل السكيت بارك دي ساحه التزعلق بتاعت السكيت. طيب فودو موندي بتسال صديق سوكل مي ماذا يرتدي عشان يركب موتوسيكل؟ حزام امان؟ لا طبعا خوذه. حزام امان ده العربيه ودي كوتشي ماشي. رقم 31 ان كوبان تو دومون صاحبك بيسالك سكت فيه تعمل ايه برا الليل عشان تركب عجله؟ تقول له ايه جبران لابيس كلاب اخر الطريق عجل. طب فودو مندي بتسال صديق اكيلا ري في اي محطه ينزل في اي موقف؟ لان اوريدي جماعه محطه او موقف اتوبيس، يقول لك ايه ينزل في البلس السنترال المحطه المركزيه او الميدان المركزي. طب توم تشيف ري اخوك الصغير فودو مندي يسالك قوم فاين نذهب عشان ناخد المترو، المترو يبقى استاسيون، واللي ما يعرفش يا جماعه يعرف اسمها دلوقتي لاجاردي محطه قطر للقطار بس، اريد الاتوبيس الاستاسيون دي محطه مترو، اما السود طبعا موضوع تاني. طب فودو مندي بتسال صديق كومونت الفا ازاي يروح الريف؟ يقول لك في اوتوكار. الاوتوكار ده يا اولاد اللي هو اتوبيس سياحي زي سوبر جيت وجو باص والحاجات ديت يعني. طيب وصلنا للجمله رقم 35 فوزات دون لبيس انت في اتوبيس فطر فوزات اللي قاعد جنبك جارك يقول لك ايه؟ يقول لك فودي صندي انت نازل رابطين ايه؟ لا دي غلط. فودي صندي انت نازل في اي محطه؟ نازل في اي موقف. طبعا اكيل جاردي محطه قطر الى محطه سيفربليه بدل راكب تاكسي. انا عايز تذكره بدل قطر برضه في المحطه القطر. طب تيفري اخوك الصغير بيسالك اوتي فاير تنزل مش تاخد قطر اهو يبقى على جار يبقى على جار. فودو مندي بتسال صديق كان مهم ترانسفور اي وسيله مواصلات ياخذ لكي يعمل كروازيه رحله بحريه؟ اكيد هياخد المركب. طب صديق فودو مندي يسالك القطار يسير على ايه؟ لوترا القطار رول يسير سير كوا على ايه؟ سير دوري على الاطبان طبعا. بقول لك هنا على الطريق على البحر على الطريق على البيست كلاب طبعا دول حاجات غلط. بعديها 39
فوزة التنظيم منتظر اتوبيس، مستني الاتوبيس ولكنه متاخر، تقول ايه؟ اخد تاكسي. تودو موند بتسال صديق سوكل مي ماذا يبتدي عشان يركب الموتوسيكل؟ خوذه. صديق تودو موند يسالك سوكل تي في تعمل ايه عشان تركب عجله؟ اخد البيس كلاب. جملتين متكررين الجملتين دول. بتسال صديق اين يذهب في الويك اند؟ يقول لك ايه؟ في الويك اند جوفيو بارك. فودو مانديه بتسال ام بس عن مكان البوشيرين، مكان محل الجزاره، يقول لك ايه؟ انت بتساله وهو يقول، يبقى ده ثالث محل شمال نمره دي. جمله خمسه، جمله 44. فودو مانديه بتسال صديق اول عشيت اين اشتري كريبات جمبري؟ يشتري الجمبري منين؟ اكيد قمت دموند. حد يسألك قوتو عشيت اين تشتري مجازين مجلة رياضية؟ مجلة رياضية ليبراري طبعا. هنا لو ليبراري يعني بياع الكتب، الراجل نفسه. فطر مير مامتك اه بالزوان محتاجة لأدوية، تقول لك ايه؟ هتقول لك اشتري الدواء من الصيدلية. صديق في اشتري عايز يشتري تورته بالتفاح، تقول له ايه؟ فاشيلو باتسي، روح عند الحلواني البوزاء المجاور، روح عند الحلواني اللي جنبينا ده. 47. وبعدين مش عايز ليه كده. 48. فودو مانديه بتسأل صديق او اليه، يقول لك ايه؟ انت تقول انت فين يعني؟ يقول لك ايه؟ يقول لك جسوي فارماسيا ولا فارماسي الوا ولا جسوي على فارماسي ولا فارماسي سيكوا؟ لا طبعا دي اجابه رقم سي. صديقك تدومون بيسالك بوركوا تي فا، ليه بتروح الليبراري؟ تقول له ايه؟ تقول له بور ليه عشان اقرا ولا بور اشتري؟ لا اشتري طبعا، الليبراري يبقى الشراء، لان طبعا لو انا هقرا يبقى كان في البيبليوتيك. طب فترة مين صديقك فودو موند يسألك سكر الفارماسيا الصيدلي بيعمل ايه؟ هتقول له ايه؟ البريبار بيعد ويبيع الادوية. ماشي، ده كده خلصنا ال 50 جملة موقف ان الباعة جرامير. عندك الجملة الأولى بتقول لك مقصير أختي جو تريبيان، نقط بيانو، أختي بتمارس العزف على البيانو، يبقى جي. بنتنا سما كانت ناقشتني في الكلام دوت، وبقول لها يا بنتي الفيرب جوي مع الرياضه ياخد او الله اقل ابوستروف او كده، ياخد او والله اقل ابوستروف او مع الرياضه، لكن مع الالعاب مع الالات الموسيقيه ياخد بارتيف بقى جي دو لا دو الا ابوستروف دي. ماشي يا حبيبتي، الاجابه الصح هي طبعا بيانو مذكر يبقى جي. جي فواياجي، انا سافرت الى مارسيليا، التي جي في دي يا اولاد معناها تراق جراند فيتيس، قطار السريع، وما دام القطار السريع له بار. لو شيفال الحصان ايه نقط لون بطيء عن الفيل؟ لو قلت بلا البلو يبقى ابطا من الفيل، والحصان ما هوش ابطا من الفيل، المفروض العكس، المفروض ان الحصان يكون اسرع من الفيل. اعمل ايه بقى؟ اللي احط بوان، لان وان تعمل ايه؟ وان تعكس الصفه، فالصفه لو يعني بطيء يبقى موان لو يعني ايه بقى؟ اسرع. وصلت؟ تاني، لو قلت صفه شير، شير يعني غالي، فلو قلتها بلي شير يبقى اغلى، طب لو قلتها موان شير يبقى ارخص. لو قلت صفه جراي يعني كبير، لو قلتها موان جراي يبقى اصغر. يبقى كل ما تحط موان على صفه اقلب معنى الصفه العكس. مي بارو لدي انا بحبهم جدا، يبقى ليه؟ ايه فطر طي؟ طي دي مزيد دي بلاد مقاس الملابس كالمؤنثه دي. او دي جليه في الغداء جبريفي براند، بفضل اخد بلا سوب شوربه. كومنتري كفتة شهية يعني. ستة، يبقى نبدأ من جملة رقم سبعة. سبعة بتقول لك ميكو بقى أصدقائي جوليزي، حبيبي هنا اللي هنا ضمير شخصي عايد على
الميكو بقى برونو بيرسونال. وما دام ده هيبقى زي ما بصيكوا مزيه يبقى لازم البيربي يكون واخد اكور. بما ان ليه عايده على الكوبا جمع مذكر يبقى الاكور اس لمراسيه. يبقى اصدقائي انا دعوتهم على الحفله. قوم فاتيوتيات امتى تروح المسرح؟ احنا عرفنا يا جماعه وان شاء الله قريبا هنراجع النفي وعرفنا ان كلمه قاطسه عن الزمن نفي الزمن جامي. سمعي نفي الزمن ايه؟ جامي. متى تذهب الى المسرح؟ لا اذهب الى الزمن ابدا، لا اذهب الى المسرح ابدا. طب محمد صلاح بصي مرر الكره الى محمد النني وي ايه النقط؟ بصي لبلاو يبقى الوي مرر له الكره. السود بلاس توجور بتتنقل دايما افيلو بالعجله. ايه التنافي رايك؟ الراي كلمه مذكره يبقى كلمه مذكره. لا بوكس الملاكمه ايه بلي نقط؟ الملاكمه كلمه مؤنثه يبقى فيولونت. دي كده جمله 12 يبقى الاثنين اللي بعدها. 13 مامير امي اشتي ماما اشترت بكو دو. اربعتاشر منفرير اخويا بصيله بك. حبايبي الفيرب بصيه من الافعال الكاتورز في البصيه القمازيه المفروض ياخد مساعد قطر ولكن احيانا بياخد ابوار. ومش عارف بقى تبقى ماشي بالطريقه بتاعت ايه يا اولاد لما تلاقي فيرب بصيه بمعنى يمر يبقى مع قطر مش معناه يمر او معناه يقضي مع ابوار. سيبك من العك ده. اللعبه سهله جدا. بصيه وراه حرف جر قال لا خلاص كده مع ابوار. بس. خلصت. ايه ده معلش ممكن تاني؟ تقول تاني؟ بقول لك بصيه ورا حرف جر حطه مع قطر، مفيش ورا حرف جر حطه مع افوار. بس. اولا بصيه ده مش معناه يقضي. بصيه ده معناه يجتاز الثانويه العامه. يبقى اخويا اجتاز الثانويه العامه بمجموع كبير، عقبالكم زيي. يلا. هنا اللي بعده. شين بصيه الويك اند على كمباني بتحب تقضي الويك اند في الريف؟ قال له سينيل. ده سؤال مثبت. انا علمتك حاجه قبل كده يا جماعه قلت لكم ايه؟ طول ما الجمله مثبته اجابتك يا اما وي يا اما نو. يبقى سي باي باي. طب بتحب تقضي الويك اند في الريف؟ وحش، ما دام وحش يبقى ايه بقى؟ نو. كمل. كالفيل احدى حالات تبعيه الاكور مع افوار. احدى حالات الاكور مع افوار انك تستخدم السؤال بكل في اول الجمله كده ويجي وراها بصيه قمزي. فحيث ان كال في مناه هنا يبقى زود حرف اي في فيزيتين. يبقى اي المدن زرت في فرنسا؟ نمره 17 لصلاه السلطه اي او تي مفيده. النقط مونج بوكو اون. يا جماعه قلت لكم الكلام ده حل للضمائر ابسط واسهل منكم، ما تكلكعش الدنيا على دماغك. انت بتتكلم عن السلطه، حاجه اكل او شرب. بص على الفيرب اللي بعده النقط، من افعال الميول حط ضمائر سي ودي اللي هي مفعول مباشر لا ولا الا بص في الايه. الفيرب ده مش من افعال الميول حط ضمير اون، ورقه بوسطه، حط ضمير ايه؟ اون. فالسلطه يبقى الضمير اون. طب نوزالو نحن نذهب الى الجبال في الشتاء، جمع يبقى او. برانتو الربيع يكون فصلي المفضل في الربيع ولا الربيع؟ الربيع يبقى له. ايه تشامبر اوضتك قبل ما تخرج رانج رتب. مستر طب ايه ورناش رانجي؟ اقول له يا حبيبي طا طا مصرف مع تشي. نفسي تركز في كل حرف تقراه. مامير امي دوبري باري اليا ده زمن ايه؟ ده بصيه ماضي. طب دوبري باري قال يبقى عايز فيها ماشي يبقى ماما ماما مير فياندو بريباري. سوسوار هذا المساء جونفي نقط فير مش هعمل حاجه انا فاضي يبقى ريان. مش عارف بقى تبعت لي سؤال بقى على الصفحه تقول لي ايه مستر طب ليه ما قلناش بار؟ جاك بقى ما تنفعش. هتقول النهارده هذا المساء انا لن اعمل انا فاضي ايه لن اعمل دي؟ با معناها كده. با لم اشتري لم اذهب لم اكتب لم اعمل كده. لكن رياء لم اعمل شيء لا اعمل شيء. يبقى النهارده بالليل مش هعمل حاجه انا فاضي. اللي بعد للي فوق الفيل بطيء عن الغزال. يا ترى احط موان برده من زي من شويه وتبقى اسرع؟ هو الفيل اسرع من الغزاله؟ لا ده ابطا. يبقى يبقى بليه. يبقى الفيل
24 ني باروم ريديا اومم كنت الوالدين حطوه من اول. قول لي انا بتصل لوالدي ولا بي والدي؟ لو هكتبها جي تليفون مي بارو ولا مي بارو؟ خلاص يبقى لير. ايه بطرو تور دي سانتير؟ تور دي سانتير معناها لفت او دوران الحزام. احد ولادنا بعت لي في الفجريه النهارده كده قايم للفجر لقيته بعت لي سؤال بيقول هو مش سانتير كلمه مؤنثه؟ ليه بنقول كل المذكره؟ فبقول له يا فلان مش فاكر بس زميلنا كان ابننا كان اسمه ايه؟ فانا رديت عليه قلت له حبيبي اللي مذكر كلمه طور، الكلمه دي حبيبي مذكره. الكلمه دي يا دكتور اسمها لو خدناها لا طور تبقى معناها برج زي لا طور ديوكير برج القاهره ولا طور ايفل برج ايفل. ولو خدناها ماسكولا مذكره معناها لفه او دوره. فتبقى هنا لفت او دورة الحزام اللي هو مقاس الوسط يعني مقاس الشورت ماشي. بالتالي ما دام كلمه مذكره يبقى كلمه مذكره. طب جوفيه باسي هقضي السهر فيك ما فامي. واحد هيقضي السهر هيقضي السهره الصبح لومتا احنا فيها يا جماعه لومتا ديت بريزوم الورع سومتا ده باسي سوسوار ده فتشير مستقبل ستة بريمي دي برضو بعد الظهر مستقبل. ليه؟ اشاره ايه؟ عشان بتكلم بالكلام ده بقول يعني بعد الظهر اللي جاي يعني. فبقول شوف ايه بصي ما دام هقضي السهر يبقى سوس يا حبيبي مش عايز الف ودوران يعني. لجوار اللعيبه سوسومبيا ما دام ده زودو مارين يا جماعه وباسيكم زي يبقى انترينيه ويبقى كورس. نونو بري ده فيرب براندر في الباسيكو مزي ده مع اوكسيلير افوار يبقى نو زافون بري اخذنا الغداء في المطعم. تشوفيه دو الاسكالاد بتميز الاسكالاد في الريف في الجبل قال لك نو جون في نقط سوسبور جامي لا امارس ابدا هذه الرياضه. طبعا انا على طول طبعا بحل خد بالك على اعتبار اني قلت الكلام ده قبل كده وهقوله تاني لسه. بازون كور تيجي مع زمان بصي وده زمان بريزوم ما تنفعش. بيرسون كمان ما ينفعش. وريان كمان برضه ما تنفعش. فبالتالي بقولها جومي. اللي بعد. مصير إيه اختي ايما اللي بتحب الذهاب الى المدرسه ابي على رجلها. فروبي فاكهه بتفضل كل. سيتي اجرو لو انت تخين اتبع رجيم. دي الجمله يا جماعه اللي كنا عملنا عليها 50 جنيه قلنا عليها مكافاه 50 جنيه وكده. ساعتها شرط الامبراتيف. فسيتي اجرو لو انت تخين اتبع يبقى سوي. سوي ده مش فيرب اتر. ده فيرب سويفر يتبع. يبقى لو انت تخين اتبع رجيم. سواد ده فيرب اتر اهو. ايه ده فيرب افوار وساش ده فيرب سافوار يعرف. سلمى في سيكليزم يبقى جي. هي دي اسطمبه يا جماعه. في جي سيكليزم. مونفرير اخويا نقط بصيشي هنا بقى من شويه قلت لك بصي وراه حرف جر ولا لا؟ قلت لا ادينا مساعد افوار. طب هنا بقى بصي وراه ايه؟ شي خلاص يبقى ما عادش حسبه سهل. قلت بقى فيرم بصي لما تيجي تترجمه فعلا هديك معنى يمر. يبقى اخويا مر على الدكتور السنان امبارح فبشرب بقى اسنانه. طب تشوف باباستو قلت ده سؤال منفي. سؤال منفي اجابته ايه؟ سي او نو يبقى وي باي باي شيل. وده كور زيها شيل. يبقى مين بقى سي او نو؟ طب انت مش هتخرج معايا؟ قال له انا جاهز خلاص يبقى سي بلا بلا هخرج. عشان سي بتعمل ايه بقى؟ نفي نفي اثبات. في ناس بقى يا جماعه بصوا بيوهموا نفسهم بالكلام العربي ها ويحاول يقنع نفسه ان هو كده اجابته صح. يا ابني لا يا مثلا يقول لك ايه؟ وانت مش تخرج معايا؟ يقول له مش هخرج معاك. ما تنفعش وي يا مستر؟ بس ازاي يا ابني؟ يا حبيبي اصلا الدوي اساسا عمرها مستخدم السؤال منفي اساسا. ماشي؟ الله يخليك، خلي العربي في حاله، خليك في الفرنش بقى. كمل. نيميرو ترانسيس، ترانسيس 36. بونسي، الفيرم بونسي يا جماعه له معنى من ضمن معانيه يديك معنى يفكر. واللي منكم حضر الحصه شاف الحصه هتلاقيني شرحت لك فيرم بسيط ده قلت لك له كذا معنى. بونسي يفكر.
بونسيه كي اعتقد لو كي حطيت قبل بونسيه معناها ما رايك سؤال على رايك. طب هنا بقى بونسي قال لك جيري بونس رايان يبقى هنا فيرب بونسيه جاي ورايه يبقى جايب معنى فكر يبقى لا افكر لا برسون اسف لا افكر في احد انا عدت واحده اكيد في واحده عدت اهي صح بس انا فاكر انها انا كاتبها مرتين تمام يبقى جيري بونس رايان كده معناه ايه بقى ان لا افكر في شيء ما دام لا افكر في شيء بقول له ايه اقوى فيما تفكر بتفكر في ايه طب هنا بقى جربونس ابرسون ما بتفكرش في حد يبقى اقول له اكيد في من تفكر تفكر في مين يا حبيبي اجل التفكير ده خش الجامعه بس وبعدين فكر براحتك 38 جون في نقط دو سبور اكستريم انا لا امارس رياضات خطيره طبعا ما تنفعش ليها على اساس ان الجمله فيها مفعول برسون كمان انا مش نافع بازونكور ما تجيش مع زمان بريزون شكرا والله لعبه سهله قوي وبقول والله بحلف والله يا اولاد عارف لو ما جبتش 50 من 50 قصدي ايه انا نسيت والله معلش تخريف صيام لو ما جبتش 40 من 40 انت حر ان شاء الله تجيب 40 من 40 انتظر في المحطه انتظر مين انتظرني انا يا ماما طب جيم اللي بحب الذهاب الى شط البحر في الصيف يبقى نلسبا لافريتر لا تترك الشباك مفتوح مفتوح هنا بقى ادجكتيف صفه بتوصف ايه الشباك والشباك مؤنث مامي امي ابري بري امي جهزت للغدا تشوا نوع دو مانجي يا ترى سواف ولا فا ولا بزوا ولا انفي حلوه قوي الجمله دي تاني يا جماعه ماما جهزت الغدا انت عطشان تاكل انت جعان تاكل تحتاج تاكل ترغب تاكل الصح ايه يعني ترغب مستر ما قلتش فاهم اقول له بس استنى ما ينفعش اقول له تي فان دو بزوا ما يجيش وراها فعل في المصدر ابدا سواف كمان مش نافع يبقى تي اون في يبقى معنى الجمله بقى ماما جهزت الغدا انت عندك رغبه تاكل يعني عندك ايه نفسك مفتوحه تطفح تاكل يعني اللي بعده مريون جو مريون بتمارس الهوكي ده جوي او مستر طب ليه ما قلتش الا ابوستروف مش بدل بفايل اقول له حرف القش طالما اتنطق هو لكن انا قلت ايه اوكي ولا هوكي هوكي 44 لا صب الشوربه ابريت الشوربه جاهزه تشي نقط في لسه قايلك من شويه بتتكلم عن حاجه اكل وشرب الفيرب اللي بعده النقط ده من افعال ميول قال لا خلاص حط اهو خلاص نيكو بقى اصدقائي تشي نقط مونتر الفيرب مونتر ده معناه يوري فانا بوري صوري بوري صوري لاصدقائي يبقى لير انيمال حيوان بتفضل كالاولى يرجي نقط سوي لفي ما دام الفيرب ده كده مع قطر ونقصه كده نقط ده ضمير ده فيرب ضميرين فيرب برونومينال الين سيسير ضروري انك نقط ضروري انك سويفر ده تتابع رجيم جو نو سوي باس روتي انا ما خرجتش نقط موفي طا اكوز جي بسبب اللي نبور بيجي وراها مصدر باسكو يجي وراها جمله كامله كار زيها زي باسكو انا لان من اول جمله 50 نودي هو علي يجب ان نذهب يجب علينا ان نذهب نقط ليبريدي ليبريدي ده مكتبه ده مكان ما يقولش ايه جو نفو با انا لا اريد ده جمله نفي يبقى دوم اكتيفيتي نشاط كلمه مؤنثه جمع يبقى كل مدام كومون افيفو ده فيرب ايه افوار حتى لو في 100 مدام مفيش تبعيه كومون افيفو بسيط كيف قضيتي وقت اوقات فراغك الكرافطه ايه موان نقط
الكرافتة كلمة مؤنثة شير، يبقى الكرافتة أرخص من الفستان. إيه امبارح جوزفين زوتزي امبارح خرجت افيك ما فامي ما العيلة، مش عايز بقى حد يفتي يقول لي يا مستر مش العيلة جمعة. أقول له ليه يا حبيبي؟ جمع ليه؟ يقول لي عيلة. أقول له استنى بس، أنت بتمشي بال كده هليه لي أي حاجة؟ يا ابني فامي كلمة مفرد يا ابني. فامي كلمة مفرد هي معناها عائلة بس كلمة مفرد. زي كلمة ناس لوموند معناها الناس، ناس جمع بس هي مفرد. زي نظارة، النظارة معناها مفرد بس هي كلمة جمع بالفرنسية. دي كده بنسميها احنا ايه بقى؟ مواقف وترائب بالفرنساوي يعني. يلا فوزي ميري برودوي لاتيه، بتحب منتجات الالبان؟ اهو منتجات الالبان دي ايه؟ مش دي مأكولات ومشروبات؟ اه خلاص ده غير من افعال ميول؟ قال لا خلاص اه. خلاص. بتحب منتجات الالبان ونظام برينون بناخد منها كتير. 56 اللي بعده. 57 جينوا تكون سيء. جيتو كونسي بنصحك ما تنفعش غير كده. لا دي جيتو كونسي انصحك بقضاء اجازه نص سنه في الاقصر. لو ماتش اليو الماتش المباراه تقام في استاد القاهره، اذهب اليه لكي تشاهد المباراه. يبقى فاضي مستعجل، مش المفروض تبقى فاضي من رسيه؟ اقول له استنى بس، احنا كنا قلنا يا جماعه افعال البرومي جروب مجموعه اولى في الامر. حرف الاس اللي كان محذوف في الامر بيرجع في حالتين، في وجود الضمير الشخصي اجريك ده، وفي وجود الضمير الشخصي اه. في وجود الضميرين دول برجع الاس. دي بس ما ايه؟ اسمها تركات في الامتحانات. التنظيم انتظرني هو انتظرني في المطار. تشي ليبرو جودري انت فاضي النهارده؟ قال لي اه. جونيه نقط افير، جونيه رياع افير، ما عنديش حاجه اعملها. انت فاضي النهارده؟ اه ما عنديش حاجه اعملها. جملة رقم 61 60 تيام تشو شت انت اشتريت؟ قال لي اشتريت فاكهة، اشتريت كوا ستين شميز بلو ده قميص ابيض، قصدي قميص ازرق مقلم يبقى قارير. سوبيك انت في نهاية الاسبوع نونوت مونتي حبيب فيربو مونتي احد افعال ال 14 ال 14 يبقى نصم. لوتران قطر اليوم، مدام قال لك اليوم منذ 10 دقايق يبقى فيام. لامير ام بتقول لابنها، ام بتقول لابنها اغسل سنانك يا حبيبي قبل ما تنام. بص بقى التشابه ده، ليفت وا ولا لفت وا؟ هي لفت وا طبعا. ليفر كتب قرات الصيف ده هنا هي لمس فهم. كتب قرأت في الصيف الماضي يبقى كل جمع مؤنث، جمع مذكر مسكولاب للريال. جملة 67 تي ام دي برودوي لتي بتحب منتجات الالبان. شفنا الجملة دي من شوية بس خدنا ما الفيرب التاني كان فيرب براندر، لكن المرة دي بقى بتحب منتجات الالبان. ايوه بحبها، ده من افعال ميول. خلاص حط الضمير اه الضمير ليه؟ شكرا. بور لي فاكونس بالنسبه لاجازه الماضيه. نو ليز افون احدى حالات الاكور مع افوار، استخدام الضمائر الشخصيه لا وليه. وطبعا بان الاجازه كلمه جمع مؤنث فهنخدنا بصير اخرها راس. نو دي سوندو، الفيرب دي سوندو معناه ينزل، لو هينزل في محطه يبقى حرف الجر اه باشكاله، لو هينزل من وسيله مواصلات يبقى حرف الجر د باشكاله. يعني ايه اشكاله؟ اشكال الكونتراكتير الاتقان بتاعته يعني. يعني جي دولار دولار بصوا كده. فبما ان المترو مذكر تبقى جي، احنا نازلين من المترو. المونج بياكل فاكهه عن خضار. اوتون دو لا دي غلط عشان فيها دو، يبقى اوتون بس. وسيجو راه صفه، اوتون كو ما ينفعش عشان في كو، يبقى تقولها اوتون بس عشان هنا في دو. حبايبي انا ممكن امسح دي بس كده عشان ايه ما حدش يتلخبط فيها بس اهو. شغل الحصه دي تمام خلاص كده الحمد لله. هنحل بقى امتحان ماشي، امتحان هنشوفه دلوقتي. يلا الى اللقاء مؤقت.
بص يا حبيبي افتح لي بقى كتابك الصغير الى صفحه سان كرنتي ام 141، هنشوف امتحان السودان 2017 دور الاول. النص اللي قدامنا عباره عن ايميل من إيلين الى ستيفان اوبجي الموضوع بخصوص دي فاكونس على فيلم الاجازه في المزرعه. بتقول له بونجور بور لي فاكونس دو برانتون، بالنسبه لاجازه الربيع جو في بارتين، هسافر افيك لي زانفون مع الولاد بندون ان سوبيل لمده اسبوع. سافر نازل عام نوزالون باسي، هنقضي نو فاكونس اجازتنا في المزرعه. سي اميزون مسليه ايساء وصحيه بور لي زانفون للولاد، صحيه للاولاد. البيف ساموزي بيستطيعوا يستمتعوا او يتسلوا افيك لي كنار مع البط. ضمني امامجي اولابا ياكلوا ارانب، او ممتع الجبال يركبوا فيل ضل يشوف العقول. برموا بالنسبه لي سيلفيبو لو الجو جميل، جبين ببرومانية اقدر اتمشى ضل يشوف العقول ابيع رجلي. او لي اقرا بون ليب اقرا كتاب كويس كده في حديقه المزرعه. السي هنا لوطو اي سوبرب، الطقس رائع. ايه الرياض توت سورتو، في كل انواع ضرب رفيرتين من كل انواع اشجار الفاكهه. سي جي مونوي، لو مليت زهقت يعني جوي باسي، هقضي ممتوع وقتي على التليفون اكلم خلق الله. اطوى وانت بقى يا سيد ستيفان، قلت بقى ليه هتروح فين بور لي فاكونس بالنسبه لاجازه الربيع بتاعتك. يلا حبيبي اوروفوار. يا ترى ايه اللي بابا سيني فاكونس دو برانتون، ايه هتقضي اجازه البرانتون افيك لا فاميم علينا. طب ايه اللي ناقشوا وزير اختار في الريف لانه ايه؟ صفيب لزير يسعد الاولاد. سيلو طالو الطقس طلع جميل، ايه اللي هتمشى فيه؟ اتمشى ازاي؟ عارف لا الا كمباني في الريف، ايه اللي بابا سي هتقضي قد ايه؟ 7 ايام. ضل فرم في المزرعه، لزنفان الاولاد بيستطيعوا ايه؟ يركبوا خيل. مدام إيلين بس سي الوزير بتقضي وقت فراغها في ايه؟ في قرايه الروايات. انا مفضل يعني. يلا اللي بعده 142. سي سوندي ماتان صباح السبت، لامين دو بيير مام بيير ولوكا اطغي مال بتشرب بقى مش هيجي في دماغها. النبالة فرصة ما عندهاش قدرة لسورتين للخروج. الدوموندا بيير طرد من بيير ضالي فير يروح يعمل لزشا مشتريات اونفي في وسط البلد. الضواء ليه سول يجب ان يذهب بمفرده لوحده الى المكتبة الليبراري والفارماسي والباتيسري. باسكوسو فرين النخول لوكا فيان دو مارتين لسه مسافر افيك سومبير مع بابا شيل جرام برا عند الاجداد. سيدنا المون في النهاية بيير برول ديفيس خد الاتوبيس ايفا اونفيل راح وسط البلد سول لوحده. اونفيل في وسط البلد الى رونكونتر قابل سولامي صديقه بول. الفا على ليبراري راحوا المكتبه ريدوا لابوس في شارع البوستر. الزيفون ذهبوا الي ابيع الاقدام. الباص بارد وسكيت بارك عدوا على ساحه تزحلق. بورفوار بيتفرجوا وقف يتفرجوا على كومبيتيسيون منافسه. مينو تومباس فيت لكن الوقت عدى بسرعه وبيير رجع البيت صنفير بكلوز من غير ما يعمل شوبينج والشبش بقى يشتغل. اتفضل بيير. بيير عنده اخ واحد اللي هو الواد لوكا. بيير بول اي نقط دو بيير لوكوبان صديقه. كين بوبا مين مين مش قادر يخرج؟ لامير مامة لوكا. بيير فا اونفيل بيير راح وسط البلد لوحده بوتوبيس. لوكا ايطالي، لوكا ذهب لوكا ده الولد التاني اللي مسافر مع ابوه قرا عند الاجداد. حاضر. طبعا انت مستغرب انا بقول حاضر على ايه؟ هقول لك حاجه. بيير بابا في بيير لم يعمل شوبينج لانه ايه؟ عدى على اتفرج عدى اتفرج على المنافسه. تعالى بقى اقول لك، انا بقول لك حاضر ليه؟ ناس بتطالبني احللها جمل الواجبات جمل الجرامير في الكتاب الصغير
ال 583 جمله لمجيد اختار الصغير عايزين نحلهم فيديو. انا عامل لهم موديل انسر في الكتاب موجود بس هم عايزينهم كده من الهندي قبل الهندي بعد العيد حاضر. وهو معالي الوزير اخر الامتحانات بقى معانا فرصه وقت كويسه نعرف نعمل اللي احنا عايزينه. ماشي ان شاء الله يا جماعه كده عيد سعيد. ومش هنسى طبعا اهلي اخواننا المسيحيين واقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد القيامه. وان شاء الله كده عيد سعيد على عيد فطر سعيد على كل المسلمين بقى كده وعلى مصر كلها يا رب كده. ويا رب ان شاء الله السنه الجايه تعود علينا اعياد كده واحنا في احسن الجامعات وباتم الصحه واسعد حال ان شاء الله. ننتقل للنص اللي بعد يا اولاد. مش بتقول ايه؟ بيقول لك بروفوز انفورميني كي تستعلم سيرة ادريس عن عنوان صديق تقول له ايه؟ هستعلم عن عنوان صديق فاقول له اوتي ابيك ساكن فين؟ بروفوز انفورميني كي تستعلم عن سعر موز تقول ايه؟ اقول له صفيكم بيها. بطرة مين صديقك فودوموندي بيسالك كلمة مهم ترانسفور اي وسيله مواصلات يجب ان ياخذ بقول له بترو خد المترو. كورسافوار لوبينيو عشان تعرف عنوان قصدي رايي انا اسف عشان تعرف رايي صديق في لبسك تقول له ايه؟ اقول له كوم بونسي ايه رايك؟ فودو مندير تسال صديق سكل فيه يعمل ايه في المزرعه؟ يقول لك يعمل ايه؟ ياكل الارانب غيره. سته لو باتسيير حلواني فودو مونج يسالك سكو فوفو ليه؟ الحلواني يقول لك انت عايز ايه؟ تقول له ايه؟ اقول له جاتوه بالشوكولاته. فوزا دوري بتعشق الموسيقى تقول لي ايه؟ اقول له ميوزيك الموسيقى دي سيما باسيون دي هوايتي. فودو مونجي بتسال جارك قول لين بصي اين احب قضاء الاجازه؟ تقول له ايه؟ تساله يعني يبقى تقول له كان ايه فطر اليوم بريفري؟ ما هو مكانك المفضل؟ اول ستروم في مطعم فوق مالديف تطلب للديسير الحلوى الحلو يعني. تطلب ايه؟ اطلب ايس كريم بالليمون. يلا. جمله رقم 10 ضل بسري في محل بقاله فودي بتقول البقال ايه؟ بقالي بقول له عايز جبنه. فوبر ليه تتكلم عن اجازتك الماضيه؟ خد بالك بقى من السؤال ده يا اولاد ده سؤال بيبقى خاص بالازمنه. بتسال او بتتكلم عن اجازتك الماضيه بص بيلعب عليك ازاي بقى؟ يجيب لك واحده فتشير وواحده بريزون وواحده بصيه وواحده ما تنفعش خالص. طبعا ما تنفعش ليه السؤال ليه دي؟ والاولى فتشير والثانيه بريزون اجابتك الصح ايه؟ اذا بتتكلم عن اجازتك الماضيه بتقول انا جوسبي زالي ذهبت عند ايه؟ من اوكل عمي في نيس. صديق فوتو مونج يسالك فوتر مويان ترانسفور وسيله مواصلات المفضله دي تقول له ايه؟ قول له بفضل اخد الايه؟ اتوبيس قصدي انا بتنقل باتوبيس او بعجله. اللي بعده برامير تش مناجير شغل البيت اعمال المنزليه يبقى كان جاب مؤنث وانا مغمض. اللي بعده نمرة 2 صديقي في نقط سكي ثانية واحدة بقى راح فين؟ صديقي في بيمارس سكي يبقى جي توما ام مونج بوكو دي فري بياكل فاكهة كتير وي النقط مونج لاسوبيل بنين الاسبوع اللي فات قال ايطالي عشان طبعا قال اكور شفاء برودر هتاخد شيئا ما هذه الجمله اللي لو جت في الامتحان وحد غلط فيها يتحط في ميدان عام ويتضرب بالشباشب. ليه؟ جمله واضحه وضوح الشمس. شفاء برودر هتاخد شيئا ما نو جوفيريان برودر. جيلين بقى ما بتحبش اللغه الفرنسيه بوركوا ليه؟ ما بتحبش اللغه الفرنسيه ليه؟ ده سهله جدا وجميله جدا. اونفا بنذهب للباتسيه يبقى شيء عشان ده الراجل. الام بتقول لابنها نيو با يبقى توكوش. تسعة جيم بوكو بحب جدا هذا النشاط اليومي فالنشاط كلمة في ميناء يبقى ستة. مسيو
جو تروف فوتر فيست، انا جاك بتاعك تريبل نمره 11 11، جاجيت مضيف سكر عن الزبده، طبعا سكر يبقى بليجو النقط اللي بترو الطند النقط دوتي بوا النقط علي سو مسيو. الجمله دي انا هضحك وانا بحلها كده عشان في ولاد بعض ولادنا يعني غلطه تضحك، بس بصراحه يعني هم دخلوا على نفسهم لما عرفوا ان هم غلط. اخونا شاف مسيو قال لك بس يبقى كومبيان كوتي وعامل دي يا ابني غلط. انت بتسال راجل عن سعره هو كم تساوي، ده تفسير بني ادم؟ لا طبعا يا جماعه. السؤال ده عن السعر كومبيان، بص بياخد وراها كود ديت وكود ديت، بس ديت لو كنت مثلا هتسال حاجه مفرد زي كده، ديت لو كنت مثلا هتسال حاجه جماعة، ولا دي بتنفع ولا دي بتنفع، اجابتك الصح ايه؟ يبقى كومبيان كود سوبودو كونفوسيو، كم يساوي هذا البرطمان من المربع؟ نمرة 16 لو تنفع بارتي القطر هيرحل، ما دام هيرحل في تيب رش يبقى دون كلام. خلاص ما بقاش بقى فيه بقى، خلاص ما فيش بقى اسئله مقاليه. طبعا معالي الوزير طلع اول امبارح وقال نظام الامتحان ايه؟ خلاص ما فيهاش بقى اسئله مقاليه دول بنشتغلها، او كنا بنقول عليها نشرحها يا جماعه على اساس انه لو جت خلاص مش جاي. ماشي؟ بس طبعا خد بالك ان الامر ما فرحش قوي. يعني انا عن نفسي كنت اتمنى وجود اسئله مقاليه. لسبب انها اسهل ما يمكن على فكره. لانه طبعا عشان يعوض عدم وجودها اكيد هيعمل تريكات في الانتظامات. اكيد. او يعمل تريكات كمان في المواقف، او يحط لك كده تريكه صغيره كده في القطعه، يعني دي حسابها كده ان الست جمل بتوع القطعه خمسه واضحين واحده محتاجه ايه تعيد وتزيد في النص. المواقف هتلاقي مثلا ان المواقف اثنين منهم على الاقل محتاجين تركيز جدا 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 تقعد تعيد وتزيد فيهم. ماشي؟ وقت سعيد ان شاء الله، اشوفكم على خير ان شاء الله. اورفور، باي باي.